أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. معايا را را ر مؤر ر لابد أن تفخم صوتها. أ را أر الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ما لاحظوا البعض ينطق، لاحظوا الفرق بين الأدائين. مالك يوم الدين، لاحظوا الفرق. مالك يوم الدين. الدين. شو الفرق؟ تحقيق كسرة الكاف. انتبهوا يا إخوة، ما منقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم، مالكي ننطقها مفردة، كي مالكي، هكذا تكون في الوصل. مالك يوم الدين. إيا، لاحظوا يا إخوة صوت الياء المشددة لابد فيها من النبر من غير قطع لصوتها. ليش؟ لأنها رخوة، لا يصح أن تقول إياك إياك، لابد أن تكون رخوة يستمر صوتها من غير انقطاع. إيا 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 إيا. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إه 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 إي إي. إهدنا، لاحظوا صوت الهاء لا تقطع صوتها، لا تقول إهدنا إهدنا إهدنا، ما هو إيه؟ تطلع الهاء من أنفك، مو إيه إيه، لا تطلع، لا تعتمد على أنفك في إنتاج صوت الهاء. إهدينا الصي، مو إهدينا، مو إهدينا الصي، نا 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 نا. إهدينا الصي أص، مو أصي. إهدينا الصي إهدينا الصي. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صي مو صي، صي 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 صي. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. هذا ليس برأس آية عند حفص، واضح يا إخوة؟ لكن وقفنا لتحقيق الكسرة والسماع لها، الأصل أن نقرأها كاملة، بعد أن ننتهي نعود لقراءتها كاملة. غ مو غ غ غ غ غيري غيري. ما غ مغ مو مغم ولا مغ مغ ما غ، خلص التفخيم من الترقيق. ما غ ما غ مغ غير المغضوب عليهم ولا، لاحظوا ما بقول عليهم، هم و هم و، واضح؟ هم و، فتسكن عند الميم ثم تضم الشفتين عند الواو. غير المغضوب عليهم ولا، انتبه إلى الاستطالة عند الضاد الساكنة، ولا ما نقول ولا، اطلعها من أنفك، ولا أب
ولا الضالين ولا الضالين. نقرأها كلها، خذ نفسا عميقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.